بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء من حلقات هذا البرنامج وقفات مع آيات الصيام، الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الحديث عن آيات الصيام، والسؤال هنا: لماذا سميت الآية بهذا الاسم آية؟ الآية لغة العلامة، نعم، الدالة على شيء. تقول آية كذا كذا وكذا، أي علامة كذا كذا وكذا. قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالآية العلامة على الشيء، والآية من القرآن هي الجملة من القرآن، والقرآن آيات، جعله الله آيات مفصلة يوقف على رؤوسها، وذلك من تسهيل الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن، أنه لم يجعله كلاما مرسلا من أوله إلى آخره، بل جعله سورا، وجعل كل سورة آيات مفصلات يستريح فيها القارئ في تلاوتها. وكل آية تحمل معنى مستقلا، وقد تشترك مع آية بعدها أو قبلها في المعنى. وهذا كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا أيضا من تفصيل الآيات، ونفصل الآيات قوم يعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويقف على رؤوس الآيات ويتنفس عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الآية آية رحمة فإنه يسأل الله، وإذا كانت الآية آية عذاب فإنه يستعيذ بالله. هكذا كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمره الله بذلك بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، أي قراءة مترسلة، يقف على رأس كل آية ويقرأه صلى الله عليه وسلم قراءة مفصلة مفسرة. هكذا كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت هذا ولا هذرمة، ولا كانت تمطيطا ومدودا زائدة تشبه الأغاني، وإنما كانت قراءة مجودة مرتلة مرسلة مفصلة. نعم، ثابكم الله ونفع بكم فضيلة الشيخ. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فضيلة الشيخ، ما الأدب الواجب للمؤمنين حين ينادون في القرآن الكريم؟ الواجب على المؤمنين حينما ينادون في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكثيرا ما يتكرر هذا النداء، فالواجب عليهم أن يصغوا لهذا النداء وأن يستجيبوا له، وأن يمتثلوا أمره سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. فالواجب الاستجابة لهذه النداءات وتدبر هذه النداءات العظيمة، لأنها صادرة من الله سبحانه وتعالى لتوجيهات عباده إلى الخير ونهيهم عن الشر. نعم شيخ، هنا النداء كأنه للبعيد: يا أيها الذين، مع أن المنادى قريب.
يا أيو يا هذه يا النداء. أما أيو هذه واسطة بين يا النداء وبين المنادى. وها يقولون حرف تنبيه، ها يا أيها، فيا هذه يا النداء، وأي هذه وصلة بين المنادى وبين يا النداء، وأما ها فإنها حرف تنبيه. ولا شك أن الإنسان يكون في غفلة، ولو لم يكن بعيدا يكون في غفلة، فهو ينادى من أجل أن ينتبه من غفلته، لأن الغافل بمثابة البعيد. نعم، فضيلة الشيخ، أيضا يعني السر في افتتاح آيات الصيام بهذا النداء هو كما سبق السر في هذا تنبيه المؤمنين لأجل أن يتنبهوا لهذا الحكم العظيم. نعم، وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لأجل أن يتنبهوا له ويمتثلوا ما الأوامر التي صدرت في الصيام. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، لفظة كتب هنا المراد كتب يعني. معناها فرض، كتب هنا معناها فرض، كما قال سبحانه يا أيها كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم القتال الجهاد في سبيل الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني فرض عليكم القصاص في القتلى، فمعنى كتب فرض. نعم، أول فرضية الصوم متى كانت فضيلة الشيخ؟ أول فرضية الصوم كانت في السنة الثانية بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن مدة بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، منها 13 سنة بمكة قبل الهجرة، وكان يأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وينهى عن الشرك ويؤسس العقيدة. فلما استقرت العقيدة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت عليه الفرائض. الصلاة هي الركن الثاني، فرضت عليه بمكة ليلة المعراج قبل الهجرة بيسير، وصلاها صلى الله عليه وسلم بمكة. أما الصيام والزكاة فإنهما فرضا في السنة الثانية من الهجرة. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك من يحتج إذا نوقش في تفاصيل العبادات والحديث الآن عن الصيام أو في بعض الأمور الاعتقاد التفصيلية، طلب الدليل من القرآن ويقول إن وجد في القرآن دليل أخذت به من أمر صريح أو نهي صريح، وإلا فلا، فبماذا يرد على مثل هؤلاء؟ هذا بالغالب لا يريد الامتثال. نعم، وإنما يريد التعجيز والمجادلة. نعم، والمجادلة. فإن نعم دليل من القرآن على الرأس والعين وكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن ليست كل الشرائع في القرآن، الشرائع في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، قد يكون فيها أحكام ليست في القرآن مما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والوحي يجب العمل به سواء كان من القرآن أو من السنة، فالسنة هي الوحي الثاني من الله سبحانه، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة النبوية. فالذي يقول أنا لا أقبل الدليل إلا من القرآن هذا مضلل ومجادل بالباطل، لأن الدليل يكون من القرآن، وهذا لا شك أنه هو أول الأدلة، ويكون من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
ويكون أيضا من الإجماع، إجماع الأمة المحمدية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فوصول الأدلة كثيرة، أهمها والمجمع عليه هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه حجة الإجماع، أنه إذا كان المؤمنون على شيء أجمعوا عليه فهذا حجة قاطعة. والدليل الرابع القياس، وهو دليل صحيح، وإن وقع فيه خلاف الظاهرية ونحوهم، إلا أن جماهير الأمة على القول بالقياس، وهو يلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن ما لم ينص عليه فإنه يقاس على المنصوص إذا شاركه في العلة ويأخذ حكمه. فليس الدلالة محصورة في القرآن، بل هناك أدلة منها ما هو مجمع عليه غير القرآن، ومنها ما هو مختلف فيه. فالذي يقول أنا لا أعمل بالقرآن كذب، لأنه إذا لم يعمل بالسنة فإنه لم يعمل بالقرآن، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تأتيهم أن وفذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا القرآن فيه مجملات، الصلاة جاء الأمر بها مجملا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصلها وبين عدد الركعات وبين المواقيت وبين أحكامها. والزكاة جاءت في القرآن مجملة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين الأموال التي تجب فيها وبين شروط وجوب الزكاة من النصاب وتمام الحول ومقدار ما يخرج، وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، هو الذي بين صلى الله عليه وسلم هذه الأمور في سنته عليه الصلاة والسلام. فالقرآن فيه أحكام مجملة فصلتها السنة وبينتها السنة. نعم. وأيضا كما ذكرنا أن هناك أحكام لم ترد في القرآن، جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ما جاء في القرآن، إنما جاء في القرآن الجمع بين الأختين. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا أعم من قوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بكم وبما قلتم. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. نستودعكم الله إخوتنا المستمعين الكرام، تقبلوا تحية زميلنا فهد العثمان الذي سجل لكم هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.